من 9 سنوات كنت رايح رحلة للواحات. كنت كل ما أمر على نجعة أو قرية صغيرة، كنت رايح في الشتاء وكان في مدارس، كل ما أعدي على منطقة من المناطق بشوف المدارس اللي طالعة، الطلبة اللي طالعين من المدارس، البنات ابتدائي إعدادي ثانوي كلهم محجبات من 9 سنين. من فترة من الفترات، من حوالي 6 سنين، كان الداعية الإسلامي عمرو خالد كان بيبقى دايما في 6 أكتوبر بيعمل اجتماعات دينية ويعني جلسات دينية جميلة جدا. تقريبا 3/4 البنات اللي بيبقوا موجودين بيخرجوا محجبات. أنا ما بقولش دي حاجة حلوة أو حاجة وحشة، لكن ده مجتمعنا وده شعبنا وده اختيار شعبنا في مجلس الشعب القادم، إنه إخوان مسلمين أو سلفيين، فبلاش إن إحنا نستغرب للناس اللي مستغربة. المؤسس للإخوان المسلمين هو حسن البنا. حسن البنا الله يرحمه هو الأب الروحي للإخوان المسلمين. ليه أخ صغير هو النهاردة معانا ومشرفنا في الاستوديو وبنحتفل معاه بعيد ميلاده 91، ربنا يديله طولة العمر. معايا ضيفي المفكر الإسلامي الأستاذ جمال البنا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أستاذ جمال، يعني أنا مبسوط جدا إن أنا اتعرفت على حضرتك ومعاك على الهوا شكرا لك. دلوقتي، لكن طول ما أنا جاي النهاردة عمال أفكر، هو حضرتك ليه مش في جماعة الإخوان المسلمين؟ لا، ليه؟ يعني اختلاف التربية، اختلاف الظروف، اختلاف الشخصية، دي كلها عوامل قوية جدا هي اللي بتميز بين فرد والآخر. وكل أفراد يعني حتى بالأسرة الواحدة، مش استنباط ولا قوالب طوب، كلهم زي بعض زي بعض. أنا في الأذواق، في التربية، في التعليم، إلى آخره. نعم. فالحقيقة الحال الأصل التعدد والاختلاف، نعم، وليس الأصل أن يكون الناس سواسية أو كلهم من مذهب واحد أو من طريقة واحدة. عظيم. أستاذ جمال، لما الله يرحمه حسن البنا اتوفى، كان حضرتك عندك كم سنة؟ وإحنا كنا في معتقل الطور. نعم. كنت في معتقل الطور. بالضبط، هو 12 فبراير سنة 49. كويس. ده ساعة الاستشهاد بتاعته. نعم. أنا في الوقت ده أنا كنت مولود سنة 20، يعني 49، يعني 29 سنة. كان سنة في وقت وأنت عندك 29 سنة. أنا بحاول أعلي صوتي عشان حضرتك سامعني كويس. اتفضل. تمام. حضرتك وأنت عندك 29 سنة في الفترة دي، كنت شايف أخوك الكبير إزاي؟ كنت شايف أخويا الكبير رجل مؤمن ورجل رسالي، يعني له رسالة بينظر حياته كلها لتحقيقها، وده المعنى اللي هو أعجبني في حسن البنا وجعل يعني أفخر بيه. ولكن اختلاف المناهج شيء تاني. نعم. تمام. إيه هو اختلاف المناهج؟ اختلاف المناهج إن الأستاذ البنا رحمه الله، رحمه الله، أراد الله له أن يكون داعية إسلامي من الميلاد حتى الاستشهاد. فهو بكر الأسرة، وبكر الأسرة بيظفر بعناية والده، ووالده عالم أيضا، فتوفر له ناحية لم تتوفر لبقية الأبناء. نعم. ثم بعد هذا دخل الكتاب، وكان شيخ هذا الكتاب يدعى الشيخ محمد زهران، وكان كفيفا. نعم. ولكنه كان صاحب همة عالية، وبيصدر مجلة اسمها الإسعاد على طريقة المنار اللي كان بيظهرها السيد رشيد رضا. عظيم. كل ده كان في المحمودية،
في بندر المعموديه كويس. بعيد عن الاضواء. هذا الرجل الكفيف صاحب الكتاب آنس في تلميذه نجابه، نعم، فكلفه بأن يقرأ له المراجع. عظيم. فتصور ده بقى لما الطفل ده يجد نفسه أمام المراجع نعم ويقرأ المراجع دي، طبعا فرصة لا تتاح مطلقا. كان اختصر قفز من الطفولة للجامعة. عظيم عظيم. أستاذ جمال، يعني إحساسك إيه سنة 2011 وربنا يديك طولة العمر طبعا، وإنه في اكتساح في مجلس الشعب لجماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة، إحساسك إيه؟ ده هو طبعا ده أمر طبيعي جدا، يعني الإخوان هم ثالث أو رابع هيئة تكونت ثورة 19 بعد تكوين الوفد. يعني كان جت الإخوان 28، نعم، فطبيعي جدا إنهم كانوا ينالهم دورهم. ده الغير طبيعي كيف حدث أن هذه الهيئة التي قامت من 28 لم تجد فرصتها الا سنه 2011. نعم نعم فكان طبيعي، خصوصا ان الدعوه رزقت يعني منظما نابغا، نعم، واقوى حاجه في الاخوان تنظيمهم. عظيم. فالتنظيم هو مفروض انه سبيل النجاح، فكان يجب ان ينجحهم وان يكون لهم شان كبير من 30 40 50 سنه الى اخره. عظيم. استاذ جمال، ايه علاقتك بمرشد الاخوان المسلمين؟ دي مرشد الاخوان المسلمين، يعني علاقتي كانت علاقه بالاستاذ البنا رحمه الله. نعم. لاني هي كانت علاقه ايه؟ علاقه جدليه. يعني انا بحبه جدا. عظيم. وهو بيعطف عليا باعتباري ايه؟ اخر العنقود، الابن الاصغر. نعم. وكنت انا تلميذه في سنه اولى في مدرسه الاسماعيليه الابتدائيه، كان خد معاه. ولكن الاراء كانت مختلفه، لاني انا من صبايا الباكر كنت بقرا، كانت القراءه هي الهوايه الوحيده لي. فكان في اختلاف في الاراء وفي وحده في المشاعر والعواطف. تمام. بهذه الصوره كنت بقراه. وطبعا الاستاذ البنا يعني من رواد الاصلاح الذين ينظر نعم مثالهم في هذا العصر في حقيقه الحال. تمام. بدون عتك كلامك استاذ جمال، انا كان قصدي علاقتك ايه سنه 2011 بالمرشد الاخوان المسلمين حاليا؟ دي جمال لا يذكر في ذوات الاخوان، ومن يذكر الان جمال البنا؟ يمكن الاخ فريد عبد الخالق هو الوحيد اللي باقي من ايام حسن البنا. نعم. كل دول يا جماعه جداد، اجيال جديده. ايوه. لا يعني حضرتك يعني اخو الاخ الصغير لمؤسس الجماعه، يعني هذه لا قيمه لهم، لان عندهم ان القرب الى الله ليست بالاحساب ولا بالانساب ولكن بالعمل الصالح. عظيم. دي حاجه جميله. فلا يذكر لجمال البنا عمل صالح. نعم. في مجال الاخوان. يعني انا يعني خلينا بعد اذن سيادتك يعني ايه نشوف الحاله سنه 2011 بعد ما مر تقريبا سنه على ثوره 25 يناير. استاذنك نخش شويه في الموضوع ده؟ تمام. استاذ جمال، حضرتك ليك تصريح بيقول ان وصفت ثوره 25 يناير بان هي ثورات منتصف الطريق، وإنها طالبت بإسقاط النظام دون أن تكون لديه رؤية مسبقة للنظام البديل، وحضرتك وإنها نجحت في إسقاط النظام مثلما أرادت لكنها فشلت في إعادة البناء، واعتبرتها أنها نجحت بنسبة 60%. ليه؟ وهو طبيعي يعني. لا يعني إحنا وصلنا دلوقتي حضرتك إن دلوقتي البلد في أيام مبارك. نعم. بدأت تتدهور تتدهور تتخلف وتتخلف، وصل التخلف نعم. إلى درجة لا يمكن احتماله. عظيم. حتى بالقوانين الطبيعية يعني
دوي الانفجار، نعم في حدث الانفجار يحدث دائما لكل فعل رد فعل. نعم والدليل على كده ان الهيئه والشبان اللي قاموا كانوا بيقولوا ايه؟ الشعب يريد اسقاط النظام، نعم ما قالوش الشعب يريد اقامه العداله، اقامه الخلافه، مش ده شغلهم. شغلهم نخلص من الهم اللي اكبت على هذه البلاد. فكان المهمه العظيمه لهم انهم خلصوا البلاد من هذا الطاغيه دون حرب او دون دمار او دون كذا. نعم ولكن المشكله الثانيه بقى اقامه بناء العدل، يعني هدم دوله الظلم شيء واقامه دوله العدل شيء تاني. الهدم لا يتطلب الا يعني المبادئ الرئيسيه للنجاح، الوحده، العمل، الكذا الكذا الكذا، فنقدر نهدم. ولكن اننا نقيم دوله نعم على اسس من العدل مثلا في هذا العصر صعب جدا. يعني انت تصور مثلا ارض فراغ كده وتجيب محامي وتقول له، وتيجي مهندس تبني لي بيت من كذا، شقه وفيلا ومش عارف ايه، وبعد شويه تلاقي الفيلا عمليه كبيره عايزه، نعم يعني عايزه ابسط جهد. حاجه مثلا. يعني لو قلنا احنا عايزين نقيم دلوقتي بناء العدل ازاي؟ يمكن واحد يقول الاشتراكيه هي اللي هتحتم لنا العدل، واحد يقول اقامه الشريعه هي اللي هتحتم لنا العدل، واحد يقول الديمقراطيه هي لا. طيب ده سؤال الف ب في بناء الدوله، وتلاقي ثلاثه اربعه يختلفوا فيه. نعم ما كانش من دورهم حقيقه الحال انهم يبنوا العهد، كان دورهم اسقاط النظام. نعم المرحلة الثانية الحاسمة جدا، نقطة التحول، نعم إن مع إسقاط النظام كان هؤلاء الشبان وإن لم يكونوا المؤهلين يعني بالطبيعة أو بالثقافة أو بالسن أو بالخبرة لأنهم يلوا الأمور، ولكن هم بفضل التكنيك الباهر الذي توصلوا إليه أسقطوا النظام، نعم فهم أصحاب هذه الثورة. عظيم فكان يجب ان يذهبوا الى المجلس العسكري ويقولوا له احنا عملنا هذه الثوره لان الشعب لا يريد هذا النظام ويريد نظاما اخر، عظيم واحنا ناس مش بنقول اننا فلاسفه نعم في النظام، ولكن لا شك ان علينا اننا نعمل في هذا. نعم فتعالوا معانا، هاتوا مثلا شويه عناصر من اللي اثبتت التجارب خبرتها، نعم ويبقوا معانا نعمل مجلس ثوري، مجلس تنفيذي، كويس مجلس يحكم بالدستورية الشعبية الثورية. أعظم دستورية هي دستورية الثورة الشعبية، نعم لأن في النهاية لما تيجي تعمل الدستور في النهاية هتقول إيه؟ الشعب مصدر السلطات. طب هو الشعب أمامك أهو، ما هو والشعب موجود. بمعنى الكلمة، بالمعنى المليوني، نعم مش بمعنى مندوبين نعم ونواب. نعم فتكون عندك حرية في انك تصدر ما تشاء من قرارات غير تقليدية، نعم لان النظام الديمقراطي شيء والنظام الثوري شيء تاني. ويبقى اكبر غلط وحماقة انك تدير الثورة بطريقة ديمقراطية، لأن ده مش هو فلسفه، ما هي فشلت الديمقراطية معاك وأدت إلى ديكتاتورية مبارك. وكان المفروض هؤلاء الناس يتجاوبوا، نعم خاصة هما شايفين ميدان التحرير مليان مليون واحد، نعم كانش حلو. لأ، رغم إن تمام العسكرية والسلطة وكل حاجة، تمام كانش حلو. لأ، لا، ما يقدروش يقولوا لأ، وهم شايفين المليون واحد اللي اسقطه مبارك وممكن ان يسقطه عند الدولة الجيش ايضا. نعم استاذ جمال، احترامنا الشديد لراي حضرتك، طبعا احترامنا الشديد لراي حضرتك، ولكن على ارض الواقع ما حصلش ده. حصل ان احنا مشينا مع الديمقراطيه، بالضبط.
وصلنا ان احنا خلاص ان شاء الله في مجلس الشعب القادم تقريبا هيبقى 70% اخوان مسلمين او اقل شويه فوق شويه مش عارف، والباقي شويه من حزب النور اللي هو السلفيين، وجزء برضو من باقي الاحزاب، الوفد، العداء، يعني الاحزاب الكتله، بقيه الاحزاب. من وجهه نظر حضرتك ومن خبرتك في الحياه العامه والسياسيه والاسلاميه والدينيه وخبرتك بالاخوان المسلمين، هل حضرتك شايف انه عندهم قيادات اقتصاديه علميه، عندهم قيادات حضرتك؟ لا ما عندهمش، ولكن حتى لو كان عندهم مش هو المطلوب، لان دول يقولوا عليهم التكنوقراط، النظام السعودي يبقى بيجيبهم ويشغلهم، فاهم حضرتك؟ المهم الروح الثوريه اللي تبني بلد، تبني عهد، طب تبنيه على اصول ايه؟ استاذ جمال، استاذ جمال، ما هو حضرتك الاخوان والسلفيين كانوا موجودين في الميدان حضرتك، يعني كانوا من ضمن الثوار اللي كانوا في الميدان واتقتل منهم واستشهد منهم برضو ناس، يعني ما هم من ضمن الثوار حضرتك. من ضمن الثوار شيء، والثوار شيء حقا شيء آخر، نعم فاهمني؟ وبعدين كل خبرتي العلمية وشهاداتي التجريبية ومنطق التاريخ بيقول إن ما فيش جماعة دينية تقدر تقيم دولة مدنية. ولكن اسمح لي أرد أقول لك إنه في المناطق العربية كلها وكل الثورات اللي حوالينا مفيش هذا الكم من الإجماع على جماعة الإخوان المسلمين زي الإجماع اللي موجود في مصر، تمام. وده معناه إنه هم بيثقوا في جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة. شوف ده زي ايه بالظبط؟ زي راجل طيب جدا وعبقري وكون ثروة لأولاده، وكل الناس بتشهد ان الراجل ده عبقري وثروة وكذا وكذا وكذا، ولاده ليسوا موهوبين بهذه الأمة، كل الناس معترفين بالظهور العبقري للإخوان المسلمين، التنظيم الحديدي القوي للإخوان المسلمين، ولكن لم نعهد تجربة عملية للإخوان المسلمين. ما هو ما كانش بس صدق، واللي اتفضل جاه اتفضل كل الأوريجيناليتي والأصالة في تعبير الإخوان هو حسن البنا، ما جاش مرشد تاني بعدها في نفس الأصالة والقوة، فاهمني؟ فكون حكمنا على الآباء أو على عهد أو على طريقة شيء، وحكمنا على أولاد أو السلائل هؤلاء شيء تاني. استاذ جمال، ما احنا ما اديناهمش فرصه، أو صح، ليك حق. يعني من ايام عبد الناصر ما واحنا هو ما بنديهمش التاريخ فرصه. يا سيدي، التاريخ يعني إننا ما نجربش التجربة الخاطئة، نتعلم من التجربة الخاطئة بحيث إننا ما نكررهاش وننتقل. ما حضرتك احنا ما جربناهاش. يبدأ الجيل الآخر من الجيل الأول، من بداية، نعم من نهاية الجيل الأول. نعم فبداية التجربة وخبرة التاريخ إن الهيئات الدينية ما تعملش ثورة، دي تجربة التاريخ فنستفيد منها. يعني لما المسلمين عملوا خلافة عملوها قعدت قد إيه الخلافة؟ قعدت 30 سنة، وبعدين تحولت إلى ملك عضوض كأسوأ صور الحكم في العهد. لما المسيحية عملت دولة تحولت من ديانة المحبة والصفة إلى محكمة تفتيش تتفندن في صور التعذيب. حتى الاشتراكية إذا كانت هي صورة العدالة بالنسبة للعمال، لما لينين عمل دولة كانت أسوأ دولة. إذا دي تجربة التاريخ نستفيد منها، مش نصم آذاننا عنها ونعيد تاني القصة من الأول للنهاية، وده اللي احنا خايفين منه، إننا نعيد القصة من الأول للنهاية دون أن يكون على رأسها
شخص فيه عبقرية وقوة حسن البنا عشان ينقذها. استاذ جمال، يعني انا اعتبرني ابنك، اعتبرني ابنك، طبعا انت ابني فعلا، تمام، اعتبرني ابنك، وابنك بيجادل معاك شويه. وهو ده حقه. عظيم استاذ جمال، انا بقول لك ان هو ما ادينا لهمش فرصه ولا مره ان هم يثبتوا. واحد، اتنين، في تصريحات منهم كتير حاليا، وخصوصا الاخوان المسلمين عن السلفيين، يعني بتطمئن الشعب المصري انه ان شاء الله هنبقى للاحسن. وفي برضه بيطمنوا الشعب انه هو ممكن يستعين بخبرات خارج الاخوان المسلمين. رد حضرتك ايه؟ كلامي إذا الموضوع ان انا اتمنى ان يتم هذا، لاني انا طبعا يعني ما فيش بيني وبين الاخوان حاجه سيئه، عظيم، على العكس انا بيني وبينهم وشيجه علاقه ما يقدروش هم نفسهم ينكروها او يتخلصوا منها، طبعا فاهمني؟ طبعا، واقدم عليا انهم يحققوا الامال. نعم، ولكن عارف انا القضايا مش بال مش بهوى ولا بالإرادة، لا، ولكن ربنا وضع أسس وسنن للتقدم وللتأخر، وهم ما عندهمش العملية زي دي، ومن حقهم على كل حال أكتر من غيرهم 1000 مرة إنهم يلوا الحكم، باعتبار إنهم حرموا هذا الحكم نعم، سنين طويلة ظلما وعدوانا، وإنهم ناس مواطنين مصريين كويسين وجات لهم الفرصة من حقهم هذا. تمام، فيعني ده شيء، وانهم هيحسنوا او هيسيئوا شيء تاني. انت حضرتك بتتكلم عن ان من حقهم، وانا معاك في ان من حقهم هذا، نعم، ولكن ندعي ربنا بقى يا رب. يا رب جميعا الشعب ال 85 مليون بيدعوا انه ان شاء الله اودم علينا، الاتجاه الاسلامي، اذا كان اودم علينا، او الديني اللي هو اذا كان اخوان مسلمين او اودم سلفيين، علينا. ان هم يتوفقوا ان شاء الله في ان هم البلد تعرف تاكل وتشرب وتشتغل وتتجوز وتخلف وتبقى صحتها كويسه، يعني ويبقى برضو علاقاتها بالدول الاخرى كويسه، ويبقى في تقدم علمي. كل ده يا رب ممكن، ممكن يا إن رب، شاء الله. يعني الاسلام دايما ما بيقولش غير كده. لا لا، هو الإسلام شيء، وإيه اللي جاب الإسلام؟ ومين قال إن إحنا مسلمين يعني حقا؟ نعم، لا يعني طول عمره الشعب المصري بالذات متدين، يمكن الشعب المصري عن شعوب متدين تانية طبعا. زيادة، أو بيهتموا أكثر بالطقوس معاك في هذا، معاك في هذا، والشعائر كده. يعني معاك في هذا فعلا. أستاذ جمال، حضرتك متابع محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك؟ متابعها الثلاث أيام اللي فاتوا؟ حضرتك النهاردة بيطالبوا بالإعدام وكذا، حضرتك شايف القضية رايحة فين؟ القضية تاهت حقيقي، تاهت، فاهمني؟ يعني الناس بيقولوا طبعا لهذه الصور من المساءلة الديمقراطية الحرة اللي فتح فيها الباب على مصراعيه للمدافعين عن مبارك انهم يدافعوا، ويعني المحامي بتاعه كان البراءة في جيبه، كان حاجة كده، والعدالة الثورية على رجل يعني استعبد 80 مليون وأخرهم، ولو قطع إربا إربا لما كان ذلك ظلما له، حاجة كده. نعم، فطبعا بالنسبة لي أنا المحاكمة دي مهزلة. هما متهمين في حاجتين: قتل المتظاهرين وتصدير يا سيدي الغاز. قتل متظاهرين ايه؟ اتفضل. مهمتهم الفساد، انهم جنوا على البلاد وفسدوا البلاد. اذا كان واحد بيقتل واحد اسمه قاتل، دول قاتلين لملايين. لا انما طبعا، برضو سامح ابنك ان هو بيجادل معاك برضو، ان القاضي اللي قاعد على المنصة ما عندوش القاضي غيرهم بيحكم قضيتين. بعهد ديمقراطي، العهد تحكم بعهد ديمقراطي في وقت ثوري، يعني قضيت على الثورة على طول. نعم استاذ جمال، يعني انا نفسي اقعد مع حضرتك اكتر من كده، لكن وأنا نفسي يعني أقعد هو معاك، لأن واجبي إني أقول لك الخبرات اللي عندي والتجارب اللي عندي علشان لا تتكرر الرواية نفسها. كل سنة وحضرتك طيب. أهلا. حضرتك تميت ال 91 امتى؟ نعم. حضرتك تميت ال 91 امتى؟
91 سميته ايه؟ امتى؟ امبارح، اول من يومين، من كام يوم يعني؟ لا طبعا طيب يعني هذه النسبة بصوا عليه، ما فيش 91، طيب احنا لسه في التسعين يا باشا، انت ربنا يديك طول العمر ويا رب تنورنا دايما كده شكرا حضرتك. يا اخي. انا هطلب من حضرتك يعني كلمتين صغيرين، نصيحة لأي شاب مصري او شابة مصرية مسلمة او مسيحية، تقول لهم ايه؟ دي الاخوه، المحبه، يعني دينة المواطنه، هذه كلها قيم في صميم الاسلام. الجار اللي يقول لك يحب الجار لغايه 40 من كل ناحيه ومنها، طبعا دي مسائل يعني بديهيه، نعم لان عمر ما تاتي الاديان بما يتنافى مع الاخلاق نعم الكريمه، نعم بل على العكس الاديان بتاتي علشان تدي الاخلاق الكريمه قداسه. عظيم، وقت ما العقل يشك الدين يقول له لا اعمل كده كويس برضه، تمام. مش معقول طبعا. المفكر الإسلامي الأستاذ جمال البنا، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، شكرا يا اخي، ونشوفك إن شاء الله تاني بإذن الله تعالى. وحضرتك يا ريت تشرفنا تاني بيا وكذا يا فندم. أفندم بيا وكذا، ما فيش بعد التسعين. لا حضرتك، يا لا طبعا، ربنا يديك طول العمر يا رب. اهلا إنما بيك. حضرتك يا ريت تشرفنا تاني لما نشوف الأحداث اللي بتحصل كده في مصر، تيجي شوف، يعني تقول لنا رأي حضرتك في إيه. وعايز اقول لك حاجه كده على ماشي، اتفضل ويبقى لقاء تاني تاني، ان اتفضل. احنا كلنا سلفيين نعم غصب عننا، فاهمني؟ يعني مش اخواننا السلفيين ليسوا هم اياهم اتباع الشيخ فلان والشيخ فلان، لا، ده كل المصريين سلفيين. ليه؟ لان باب الاجتهاد اغلق في القرن الخامس. تمام باب الاجتهاد يعني واحد يجتهد ويعمل مذهب جديد مثلا خامس ولا سادس، نعم فبقينا علينا اننا ان نقلد اسلافنا، عظيم، وهو ده الكلام اللي بيقولوه السلفيين. تمام، فالحقيقه ان المصريين كلهم سلفيين نعم والمسلمين سلفيين، نعم لانهم بيتبعوا التقليد ولا يتبعوا الاجتهاد. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا سريعا لازم اختم لان اليومنا انتهى، نهاركم دايما سعيد.